يقول ابن الجزري رحمه الله عفوا، المخرج الأول الجوف، وهو للألف والواو الساكنة المضمومة قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها، يعني لحروف المد. يقول هذه الحروف تسمى حروف المد واللين، وتسمى أيضا الهوائية والجوفية. طيب الجوف، إيه هو الجوف؟ إحنا بنلاقي الجوف معرفه أهل علم التجويد في كتب التجويد، يقول يعني الفراغ أو الخلاء الواقع داخل الحلق والفم. بنلاقي الكلام ده في معظم كتب التجويد، لكن هو يعني في تعريف أدق، إن هو الفراغ أو الخلاء الواقع بين الرئة والحنجرة. يعني أهل علم الأصوات كانوا أدق شوية، لأن عندهم أجهزة وعندهم يعني حاجات علمية حديثة، فاكتشفوا يعني أو شايفين الحالة جوه إيه بالظبط. فالحلق يبقى مش هو الفراغ اللي بين إيه الجوف، اللي هو مش بين الفراغ اللي بين الحلق والفم، لا ده بين الرئة والحنجرة، نقدر مثلا المنطقة بتاعت القصبة الهوائية، ده اللي هو الجوف اللي فيه حروف المد. تمام. طيب بدأ ابن الجزري بالجوف، ما بدأش بالشفتين ليه؟ ما يعني وانت داخل كده نبدأ بالشفتين وانت داخل، هو بدأ بإيه؟ بالجوف، أقصى حاجة أو أبعد حاجة. ليه؟ باعتبار خروج الهواء، الهواء لما بيخرج من الرئتين أول حاجة بيقابلها الجوف، فبدأ بالكلام عن الجوف. يقول رحمه الله أنها تسمى حروف مد ولين، وتسمى حروف هوائية وجوفية. التسمية هنا للحروف ديت تسمى حروف مد، كده مفيش مشكلة، حروف مد لأنها حروف ممدودة، يعني بتاخد أكتر من زمن حركة، حركتين. طيب ولين، هي لا تسمى حروف لين بمعنى إن الكلمة دي تأتي منفردة، لا أنا ممكن لو حبيت أقول مد ولين الكلمتين مع بعض بتعدي حرف مد ولين، باعتبار إنه إيه لين في مده يعني ومطه يعني، لكن أقول حرف لين فقط من غير كلمة مد كده يبقى أنا إيه يعني لخبطت شوية، لأن كده اختلط حروف اللين بحروف المد، واللين غير المد في المخرج حتى في الأحكام وفي الشروط. اللين لابد أن يكون الحرف ساكن وقبله فتحة، في حرف المد طبعا بيبقى إيه عندي قبله متحرك والحركة من نفس جنس حرف المد، فهنا يعني الشرط مختلف، الحكم مختلف. حرف المد أنا لازم أمده حركتين وأصلا ووقفا، ده على الأقل لما يجي سبب من أسباب المد بزود المد عن اتنين. حرف اللين لا يمد وصلا، يعني في حالة الوصل ما بمدش اللين خالص، خدت بالكم؟ إلا عند ورش، لما يأتي عندما يأتي بعده همزة يقول شيئا، ده عند ورش، لكن باقي القراء زي حفص وغيره شيئا، خوف بقولش خوف، لا خوف علي ما بقولش كده طبعا. فيبقى حرف اللين لا مد فيه وصلا، لكن في حالة الوقف يجوز فيه المد. لو وقفت على كلمة خوف أقول لا خوف، أمد حركتين أربعة ستة، أي يتساوى مع حرف المد العارض للسكون أو يقل عنه، لأن اللين عموما أضعف من المد. فهنا تسمية حروف المد باللين كاسم منفرد كده لا، يا إما أقول مد ولين، يا إما أقول حرف مد فقط، لا مش حرف لين فقط. تمام. طيب كذلك تسمى الحروف الهوائية. ليه تسمى حروف هوائية؟ باعتبار امتداد الهواء معها وانقطاع لحد إلى أن ينقطع الهواء، فتسمى حروف هوائية، على قد ما عندك هواء على قد ما هيستمر الحرف. تمام. وكذلك تسمى حروف جوفية، باعتبار هنا إيه نسبة لمكان خروجها أو المكان الذي تتردد فيه. طيب تسمى هذه الحروف كذلك بالحروف الجوفية، الحروف الهوائية. طيب تمام كده. بعد ذلك يقول الشيخ ابن الجزري رحمه الله وقال الخليل
وإنما نصبن إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجهن، آخر انقطاع المخرج أو آخر انقطاع الصوت، لذلك نصبن للجوف. طب هنا نسأل سؤال، الصوت آخره في الجوف، تقول يا الصوت في الجوف أهو، طب بداية الصوت جت جه منين؟ هل أسمي المخرج باعتبار المكان اللي انتهى عنده الصوت، ولا المكان اللي أتى منه الصوت اللي هو أنشأ هذا الصوت؟ هنا وجهة نظر دقيقة جدا. التاني هو الأصح، المكان الذي أنشأ الصوت هو ده مخرجه، المكان اللي ولد الصوت ده ويعني أخرج لنا هذا الصوت، يبقى هو ده فعلا المخرج وليس المكان اللي إيه تردد فيه الصوت أو مشي فيه الصوت. خدت بالكم؟ فكل دي يعني اختلافات، برضو يعني هي اختلافات الصلاحية. قال مكي: وزاد غير الخليل معهن الهمزة لأن مخرجها من الصدر وهو متصل بالجوف. مكي بن أبي طالب يقول إن غير الخليل بن أحمد زود مع حروف المد الثلاثة الهمزة على أنها تخرج معهن من الجوف، يبقى الجوف كده بيخرج منه حروف المد والهمزة عند مكي عن غير الخليل بن أحمد. قال ابن جزري: والصواب اختصاص هذه الثلاثة دون الهمزة، لأنهن أصوات يعتمدن لا يعتمدن على مكان حتى يتصلن بالهواء. اللي هي الجزئية دي دقيقة جدا، إن حروف المد عبارة عن إيه؟ عن أصوات لا يعتمدن على مكان. وهنا يعني ده كده يعتبر بينقض إن إحنا نقول إن الجوف هو الذي أنشأ هذا الصوت، يعني صوت حرف المد كيف نشأ؟ المكان اللي أنشأ الصوت هو ده مفروض مخرج. طب جه منين بقى الصوت دوت؟ هو صوتا بيتردد في الجوف، لكن جه منين؟ هو يعني معلومة دقيقة كده يعني نستعين بيها بجماعة يعني بتوع علم الأصوات، كذلك الجماعة اللي هم علم التشريح، إن مفيش قبل الحنجرة أو مفيش قبل الأحبال الصوتية حاجة ممكن تديني صوت. أول يعني مكان يدي صوت هو الأحبال الصوتية، فالهواء خارج من الرئة مفيش أي تأثير عليه، مفيش أي صوت ولا احتكاك ولا أي حاجة إلى أن يصل إلى الأحبال الصوتية. في الأحبال الصوتية يبتدي بقى الأوتار الصوتية تتحرك فيدي صوت، خرج الصوت يبقى ده الحرف مجهور. طيب المكان اللي هو هيشكل لي بقى الحرف ويدي شكل الحرف كده بالهيئة بتاعته بالصفات بتاعته هو ده مخرجه، تمام. فلذلك مخرج الجوف الخلاصة يعني إنه مخرج مختلف فيه. الأكثرون على عدم اعتباره أنه مخرج، وإن كانوا بيقولوا إن حرف المد بيتردد في الجوف، لكنه لم ينشأ في الجوف فلذلك لم يعتبره الأكثرون، ولكنه مشهور جدا عند المتأخرين إن الجوف مخرج حروف المد. طب هذا الخلاف ده خلاف نظري لا ينبني عليه عمل، يعني ده لي وجهة نظر وده لي وجهة نظر، لكن الاتنين ما يأثروش على النطق، لأن الأصل إيه؟ الأصل إن مش أنا ببني نطقي على القاعدة دي أو الخلاف ده، بحيث اللي الذي يرى أن المخارج 17 بلاقيه ينطق حروف المد بطريقة غير الذي يرى أن المخارج 16 وعنده الجوف مش مخرج. فالألف هنا عند اللي عنده 17 مفروض ما تختلفش على اللي عنده 16، نفس النطق، الخلاف نظري ملوش علاقة بالأداء، كله ينطق زي بعض كما تلقينا. الخلاف ده محصور إيه؟ في الناحية النظرية، لا ليس له علاقة بالناحية العملية، تمام يا جماعة. ولذلك النطق موجود قبل القاعدة دي، يعني هم استنبطوا القواعد اللي احنا بنتكلم فيها التجويدية دي بعد ما سمعوا النطق بتاعنا اللي احنا تلقيناه بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يوصفوا. وممكن سبحان الله يعني يجي حد في زماننا أو الزمن اللي بعدينا
يوصف وصف أدق من اللي هم وصفوه، وكل صواب، دي ما فيهاش صح وخطأ، ولكن إيه، قريب وأقرب، خدت بالكم كده يعني.